السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج تغطية خاصة. مشاهدينا، سنناقش في هذه الحلقة حدثين أو موضوعين أثيرا بشكل واسع خلال اليومين الماضيين. الأول يدور حول تأكيد المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر امتلاكها أدلة دامغة تؤكد ضلوع الميليشيا الحوثية بتجارة الأعضاء البشرية، والموضوع الثاني حول استمرار هذه الميليشيا باستهداف المساجد والمكتبات، حيث قامت مؤخرا بإحراق مكتبة الجامع الكبير في بني بهلول بصنعاء. وسوف يكون معنا عدد من الضيوف عبر الهاتف للتعليق على هذين الحدثين وأبعادهما من جوانب عدة. مشاهدينا، هذان الموضوعان يؤكدان أن هذه الميليشيا مستمرة في نهجها العبثي والسلوك الإجرامي في اليمن على مرأى ومسمع من العالم. ففي المحور الأول مشاهدينا، نقف عند المحور الأول، هذا السلوك الهمجي وهذا الانحراف الفكري الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثي بارتكاب جريمة جديدة بحق المساجد التاريخية ومكتباتها العامرة بالمخطوطات وكتب التراث في مديرية بني بهلول في محافظة صنعاء، حيث أحرقت هذه الميليشيا مكتبة الجامع الكبير التي تحوي على مجموعات نادرة وقيمة من أمهات الكتب والمتون والكثير من الكتب القيمة والنادرة. دعونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود. استمرارا لأعمالها الإجرامية بحق الوطن والدين والإنسان الذي مارسته الميليشيات الإرهابية الإيرانية الحوثية طيلة الخمس سنوات الماضية، بدأ بحصار دماج وتهجير أبنائها وتفجير مسجد السنة في كتاف في العام 2014، مرورا بتفجير دور القرآن الكريم في عمران وصنعاء والمحويت وذمار وتعز، وتفجير منازل المواطنين وفرض خطباء للمساجد بقوة السلاح، وهم لا يفخهون شيء من الدين ولا أسسه أو تعاليمه الحنيفة سوى التسبيح باسم المارق الذي أجاز لهم ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني بتوصيات ملال قم وكربلاء لاستهداف كل ما له علاقة بالدين الإسلامي الحنيف وتغيير للمناهج الدراسية لتجريف الهوية الدينية وإدخال الشركيات والتسبيح والتهليل لغير الله بدون أي احترام لمحارمه التي ينتهكونها أو خوف من عقابه جل في علاه، حيث أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على إحراق مكتبة أحد المساجد في قرية الحمام بمديرية بني بهلول في محافظة صنعاء التي تحتوي على مجموعة من الكتب المتخصصة في الفقه الإسلامي والأحاديث النبوية والتي لا يتفق محتوى البعض منها مع فكرهم الضال وتوجههم العنصري المقيت الذي جاء بالعنصرية والطبقية والتفرقة بين أبناء الشعب اليمني وتمييزهم لسلالة المارقة وتفضيلهم على أبناء الشعب اليمني وجعلهم بين سيد وعبد. يعد هذا الفعل المشين سابقة خطيرة لإثارة النعرات الطائفية واستفزاز مشاعر المواطنين في عموم محافظات الجمهورية والسعي إلى إدخال منهجها الضال ومشروع إيران الدخيل على أبناء اليمن. هذه الممارسات المقيتة التي تمارسها ستجعل هذا الشعب المناضل الجسور المتمسك بدينه وعاداته وتقاليده يلتف حول قيادته، وسيقف أمام هذه الميليشيات المارقة الضالة لاستئصال أفكارها. مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا هذا التقرير الذي يحكي بعضا من توحش وإجرام هذه الميليشيا الحوثية التي تستهدف المساجد منذ أن وطأت قدمها على صنعاء في عام 2014، وينضم معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد الصباحي رئيس الدائرة الإعلامية بحزب السلم والتنمية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ومساء الخير. مساء النور أستاذ أحمد. مؤخرا أقدمت هذه الميليشيا الحوثية على حرق مكتبة الجامع الكبير في بني بهلول بصنعاء، وجميعنا شاهد المقطع، مقطع الفيديو الذي يحكي بعضا من إجرام هذه الميليشيا بحق تنظر إلى ذلك. طبعا ليس بغريب على هذه الميليشيات، فهي
يعني هم أعداء الكلمة وأعداء التعليم وأعداء الحرية وأعداء الإعلام، وبالتالي هذا ليس بجديد عليهم. الميليشيات عمدت منذ يعني بدأت في السيطرة على محافظة صعدة وصولا إلى الانقلاب الكامل على الحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، عمدت على استهداف أماكن التعليم، استهداف المثقفين، استهداف النخب، استهداف الأحزاب، استهداف وسائل الإعلام، وهي الآن تسعى أيضا إلى عملية تحريف وتجريف الهوية اليمنية. هي تسعى إلى يعني خلق فكر جديد ومنهج جديد ووسائل تعليمية جديدة وأفكار مستوردة من إيران. شاهدنا وتابعنا وتابع الجميع ما يجري من عملية تحريف الكتب التعليمية، من تحريف للمناهج في المدارس، من عملية تفخيخ لأفكار طلاب المدارس ومن هم أطفال. وبالتالي هناك عملية معدة مسبقا ووفق نظام مرتب له من أجل أن يتم يعني حرف مسار هذا الشعب اليمني وجره إلى مربع العنف، إلى مربع الطائفية، إلى مربع استخدام السلاح، إلى مربع التكفير وتكفير كل من يخالف هذه الجماعة. نعم. طيب أستاذ أحمد، نعم. البعض يرى بأن هذا السلوك الإجرامي يعكس مدى الإفلاس الذي وصلت إليه هذه الجماعة أو هذه الميليشيا الحوثية. الجماعة هي مفلسة. مفلسة من أول لحظة. أخلاقيا وقيميا. نعم. مفلسة أخلاقيا، مفلسة قيميا، مفلسة سياسيا، مفلسة إعلاميا. لا يمكن أن يتم الاعتراف بأي قيمة لهذه الجماعة. هذه الجماعة خرجت عن الدين، خرجت عن الأعراف، خرجت عن التقاليد. هذه الجماعة تقوم بسجن النساء، تقوم بسجن الأطفال، تقوم بتجنيدهم في الجبهات، تقوم يعني سجون سرية يعني في العاصمة صنعاء كما كشفتها منظمة اليمنية لاستجابة البشر، سجون سرية في العاصمة صنعاء وانتهاكات بحق نساء اليمن. هؤلاء لا أعراف، لا دين، لا أخلاق لهم. استخدموا كل الوسائل التي يعني كما يقال الوسيلة تبرر الغاية، فهم استخدموا الغاية كل تبرر الوسيلة التي تمكنهم. نعم. يعني لا أخلاق، لا قيم، لا أعراف، لا حتى يعني هناك يعني بعض المبادئ والأعراف القبلية انتهكوها وتنصلت عنها وتجاوزوها. نعم. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني يصل بهم الحال، يعني عرفنا أنه قامت بتغيير خطباء الجوامع، قامت بتحريف المناهج الدراسية، أن يصل بها الحال إلى أن تحرق هذه الكتب. يعني حقيقة هناك من يقول بأنها يعني حتى يعني تعدت داعش، يعني لم تقم بحرق الكتب، سوى التتار. نعم. يعني البعض يسميها بتتار اليمن. نعم. هذا يكشف حجم الحقد والغل التي تكنه هذه الجماعة للشعب اليمني. هذا يكشف المنهجية العنيفة التي تستحوذ على تفكير وخطاب هذه الجماعة. وإلا ما ضرهم من هذه الكتب، ربما هذه الكتب قد كان كما يقال غطى عليها يعني العفن، لم يقرأها أحد. ولكن انظر إلى خطورة هذه الجماعة وخطورة تفكيرها وخطورة المنهج الذي تريد أن تسلكه. هو تريد أن تدمر كل ما يعبر عن هوية ووسطية وأخلاق الشعب اليمني. هذه الجماعة كسرت كل شيء وخالفت كل شيء، والخطورة أن هناك شيء مرتب له، أن هناك فكر مستورد، أن هناك كما أسلفت سابقا في مسألة تغيير المناهج التعليمية، تم تعيين شقيق عبد الملك الحوثي يحيى الحوثي لكي يقوم بهذه المهمة. نعم. ولا يعني معروف من هو يحيى الحوثي وأين تربى وأين كانت محاضنه يعني في إيران. وبالتالي الموضوع خطير.
نعم الموضوع استهداف للهوية استهداف الشعب اليمني نعم في قطر نعم نعم لأن هناك من يقول بأن يعني أن تصل العداوة إلى حرق المساجد إلى حرق المكتبات الثقافية يعني شاهدنا في الآونة الأخيرة استهداف للتراث استهداف للمكتبات العامة ونحن ناقشنا في هذا البرنامج في إحدى الحلقات استهداف للتراث اليمني وأصالته وحضارته واستبدالها بهوية مستوردة من إيران. هو أساسا هي أكبر جريمة تمارس هي جريمة القتل. أنت تعلم أن حرمة دم المسلم هي أكبر حرمة. نعم بالتأكيد. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم المسلم. نعم هذه الجماعة طالما وقد سفكت دم المواطن اليمني فبالتالي تفجير المساجد، تفخيخ التعليم، حرق الكتب، توجيه الطلاب إلى المعسكرات، حرق الكتب، حرق المصاحف ليس بغريب عنها. من يقتل دم أخيه المسلم سيحرق الكتب، سيحرق المصاحف، سيدمر المسجد. وشاهدنا يعني قبل أيام من المضحكات أن الحوثيون أعلنوا عن قائمة بألف ومائتين يعني مسكن ومنزل ومؤسسة تم الاستيلاء عليها في الطريق إلى مصادرتها. من المضحكات أن من بين تلك يعني الممتلكات دور قرآن وجمعيات خيرية وجمعيات للقرآن وجمعية الأقصى. هذا يكشف أيضا حجم تناقض وكذب وزيف هذه الجماعة. نعم طيب الرسالة التي يجب أن يفهمها اليمنيون جراء هذه الاعتداءات المتكررة على المساجد على 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 تراثه على حضارته على أصالته، ما الرسالة التي يجب أن يفهمها اليمنيون؟ الرسالة التي يجب أن يعلمها الشعب اليمني وأنا على قناعة بأن هناك أغلبية مطلقة بما يزيد عن 99% من الشعب اليمني يعرفون خطر هذه الجماعة ويعرفون خطورتها على مستقبل اليمن، مستقبل أبناء اليمن ومستقبل أجيال اليمن القادمة. صحيح أنهم يسكتون خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب استخدام آلة الموت وآلة القتل وآلة التجريم وآلة الدعشنة وآلة السجن وكل الأدوات الإجرامية يتم استخدامها ضد كل من يتحدث. لكن في قناعة الناس بأن هذه الجماعة خطيرة، هذه الجماعة خطر على مستقبل اليمن، دمرت اليمن وشاهدنا خلال 4 سنوات كيف وصل الوضع إلى ما وصل عليه، والجماعة مصرة على أفكارها، مصرة على سيطرتها، مصرة على استخدام السلاح، مصرة على الانقلاب على الحكومة والشرعية، مصرة على كل ما تريده. هي في النهاية لا يهمها الشعب اليمني، لا يهمها من يموت ومن يحيا، يهمها أن يبقى السلاح بيدها وأن تمارس عملية التحشيد والتهريج الإعلامي، ومن ثم يموت من يموت ويحيا من يحيا. وبالتالي على الشعب اليمني أن يعرف جميعا مدى خطورة هذه الجماعة وأن يكون متيقن وحريص ومتيقظ وأن لا يقبل بالأفكار التي يمكن تحاول هذه المنشيات أن تمررها عبر وسائل الإعلام، عبر المناهج، عبر الجامعات، عبر المدارس وغيرها. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الصباحي رئيس الدائرة الإعلامية بحزب السلم والتنمية، ونلقاك في مواضيع أخرى إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام إذن نقف مع هذا الفاصل، مع فاصل قصير، ثم نعود لمتابعة المحور الثاني في هذه الحلقة. مشاهدينا الموضوع الآخر في هذه الحلقة يعكس مدى الإجرام الذي وصلت إليه هذه الجماعة أو هذه الميليشيا الحوثية، وإلى أي درجة وصل بها الإفلاس الديني والأخلاقي والقيمي، وإلى أي درجة أيضا من انعدام الضمير، حيث أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر امتلاكها أدلة دامغة وشهادات حول ضلوع الحوثيين بتجارة أعضاء وأنسجة مئات الجرحى من عناصرهم. وقالت المنظمة في بلاغ صحفي إنها حصلت على معلومات
وصفتها المنظمة بالخطيرة والصادمة عن قيام جماعات منظمة في سلطة الحوثيين بسرقة أعضاء بشرية وأنسجة من الجرحى التابعين لهم الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات في العاصمة صنعاء. المنظمة أيضا أوضحت أنها وثقت عددا من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم التي تمثل انتهاكا سافرا للإنسانية بشكل عام، مشيرة هذه المنظمة إلى أن مندوبيها الذين متواجدين أيضا في الميدان التقوا ببعض الضحايا من مناطق الحيمة وبني مطر وعمران وإب وآنس وحجة. وسعدنا أن ينضم معنا الآن عبر الهاتف للتعليق حول هذا الموضوع ولإضافة معلومات أكثر الأستاذ نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ نبيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. مساء النور. بداية أستاذ نبيل، أنتم تمتلكون يعني المنظمة تحدثت بأنها تمتلك أدلة وشهادات حول ضلوع الحوثيين أو تابعين لهم بتجارة أعضاء وأنسجة مئات الجرحى من عناصرهم، كيف حصلتم أنتم على هذه الأدلة وهل هي موثقة لديكم؟ نعم، الموضوع بالجرب بالأعضاء للضحايا هي مرحلة ثانية. أولا بيتم استدراج الأطفال للجبهات، بعدين عندما يصابوا يتاجروا فيهم مرة، هذه أول تجارة، والتجارة الثانية بعدما يصابوا يقوموا بنزع أعضائهم البشرية وبيعها للخارج. وصلت إلينا عدد من البلاغات من عدد من الأسر كما ذكرت في التقرير السابق، من بني مطر، من الحيمة، من عمران، على هذا بهذا الخصوص. هناك ضحايا أصيبوا إصابات خفيفة في الأطراف وتفاجأوا بإخفاء الجثث ومنع أسرهم من الاطلاع على الجثث وتغليفها في صناديق وإجبارهم على دفنها بهذا الشكل. كان الآن يرغبون في معرفة ما الذي حدث لابنهم، خاصة كانت إصابات خفيفة. فهناك من حاول أن يكشف على الجثمان وتفاجأوا بأن الجثمان يخلو من كافة الأعضاء البشرية. تم توثيق، صوروا بعض الأسر، صوروا هذه الجثامين ووثقوها، ولكنهم يخافون. شكرا للإعلام لإثارة هذه القضية. هذه القضية ستجعل كل الناس يبحثون وراء جثامينهم. هناك مافيا لم تكتفي بما عملت من خطف للنساء، من استدراج للناس إلى الجبهات، من دمار الحقتها في اليمن، لذات إلى فوق ذلك تتاجر بأعضاء الجرحى والقتلى الذي قتلوا دفاعا عنهم. نعم. طيب الدافع أستاذ نبيل برأيك ما هو الدافع؟ هل الدافع مادي يعني فقط أم أن هناك دوافع أخرى؟ لازم لا نبحث في هذا الموضوع، ولدي ملف كامل على الموضوع وأنا متجه إلى جنيف في تقديم المكاتب الأمم المتحدة. طبعا وثقنا عملية سرقة الأعضاء وهناك مصورة تصوير دقيق الحالات التي وجدتموها. أيوة مصورة، وسنقدمها للمجتمع الدولي وسنطالب محاكمة دولية وآمنة خارج البلد تضمن الأمن للضحايا لتقديم شهاداتهم وتقديم إثباتاتهم. نعم. طيب أستاذ نبيل، ذكرتم أن هناك تقرير المنظمة ذكر بأن هناك 3 مستشفيات في صنعاء تقوم بهذا العمل الإجرامي، هل ممكن بالإمكان تذكر لنا هذه المستشفيات أم لا؟ هناك مستشفيات ولسلامة الأطباء الذي بلغونا ببعض التفاصيل لا أريد أن أشير إليها لأنهم سيعلمون من نقصد بالضبط، ولذلك تحتفظ بها. هي 3 مستشفيات موجودة في عاصمة صنعاء يتم خلالها إجراء العمليات، ويتم إجراء العمليات من قبل أطباء أجانب ويحملون جنسية محددة معروفين لدينا بالاسم. كل ذلك موجود لدينا وسنكشفه في الوقت المناسب إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب ذكرتم عدد من المناطق مثل الحيمة وبني مطر وعمران وأبو آنس وحجال، معنى ذلك أن هذه المناطق هي الأكثر عرضة لهذا الفعل الإجرامي الذي لا أستطيع أن أصفه في يعني بهذه اللحظات، أم أن مندوبيكم أو من يقومون بأعمال التحري من قبلكم من قبل المنظمة متواجدين في هذه المناطق؟
طبعا الأكثر الضحايا هم من محافظة صنعاء ومحافظة عمران، وتم رصد الأكثر لهذه المحافظتين، وهي أكثر المحافظات اندفاعا للجبهات مع الحوثيين للأسف الشديد، وجازوهم بهذا. طبعا هم بيستدعوا هؤلاء الضحايا هم أطفال، وجودهم حتى في الجبهات اتجار بالبشر، استدراج وزج بهم في جبهات القتال يعتبر اتجار بالبشر. نعم، كما تحدثت بأن المرحلة الأولى هي استقطاب هؤلاء الأطفال، والمرحلة الثانية هي الاتجار بأعضائهم أيضا، يعني اتجار مرتين. نعم للأسف. للأسف. طيب أين الضحايا أستاذ نبيل؟ أين يعني الأهالي الضحايا من 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 هذا الجانب ومما يجري؟ أم أنهم يعانون من كبت وظلم وقهر هذه الميليشيا؟ يا أخي هم بيقولوا لك إنه صنعاء آمنة، آمنة جدا. صنعاء ليست آمنة، صنعاء مفروض عليها بالحديد والنار كما يقال. بالحديد والنار، الكل لا يجرؤ أن يتكلم، بآلاف الموظفين غير قادرين على الحصول على رقمة العيش، ولا يجرؤ أحد أن يتكلم. النساء المدرسات لما يتكلم تقول طردوني من البيت، ويتكلم داخل المدرسة يدونها زي نبيات يضربوها ويعملوا فيها عجائب الدنيا. حتى الأسر القتلى أو الضحايا لم تعد تجرؤ أن تعمل شيء، أخذوا أولادهم بالقوة واستغلوهم بالقوة، ولذلك هناك قلت لك حكم بالحديد والنار، لا يجرؤ أحد أن يتكلم في شيء. نعم. ولذلك نحن نطالب بمحكمة خارجية وآمنة بحيث أنه يقدر يتكلم هؤلاء الأشخاص. نعم، أنتم التقرير أيضا طالب بمحاكمة أو بتحقيق دولي محايد في هذه القضية الخطيرة، والعمل على إيقاف هذا التوحش والإجرام بحق الجرحى. كما أشار التقرير بأن ذلك يتم وفق المبادئ والأخلاق الطبية والإنسانية والمواثيق والعرف الإنسانية. كيف السؤال، كيف سيتم محاسبتهم في ظل هذا الوضع؟ أم أن الجرائم لا تسقط بالتقادم؟ بالضبط، نحن لا نعمل نحاسبهم في الوقت الحالي، لكننا نعمل أن الحق لن يسقط، وسيأتي اليوم الذي نحاكمه فيه. نحن نوثق كل ما يصل إلى أيدينا من انتهاكات متعلقة بالاتجار بالبشر. نحن منظمة مجتمع مدني إنساني، ليس العلاقة لا بأي طرف خارجي أو داخلي، نعمل من أجل الإنسانية فقط. نوثق كل ما وصل إلينا ونعلنه، وفي الوقت المناسب سنقدمه للمحاكم ذات العلاقة. نعم. طيب أستاذ نبيل، أنتم في المنظمة، هل مهمتكم الرصد والتوثيق بأدلة دامغة، أم أن الأمر يتعدى ذلك للمحاكمة والمتابعة أمام الجهات المعنية والمحاكم الدولية؟ ما هي مهمتكم؟ من ضمن أهدافنا في إنشاء المنظمة اليمنية لمتابعة الرجال البشر هي تقديم الحماية القانونية للأسر الضحايا، وهي معناها أننا نتابع القضية لدى المحاكم الدولية حتى يصدر بشأنها أحكام قانونية. يعني فإحنا نبدأ من الرصد إلى التوثيق إلى تقديم الرعاية الصحية إلى تقديم الرعاية القانونية وما إلى ذلك. نعم. طيب هل بالإمكان محاكمة هؤلاء أو اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم؟ وأنت ذكرت بأن لديكم أسماء أطباء محددة ومن جنسيات أو من جنسية محددة، هل بالإمكان محاكمتهم؟ أكيد، لأن كل شيء ممكن وممكن جدا. نحن مرتبطين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، وهذه من الجرائم المنظمة الدولية الذي يحاربها العالم كله، ويجب على العالم كله، وندعو المدافعين حقوق الإنسان أن يقفوا معنا في هذا الجانب، ولا شك أننا سنقاضيهم وسينال عقابهم. نعم. طيب ما هي رسالتك أيضا للأهالي في هذه المناطق التي ذكرها وحددها التقرير؟ أنا رسالتي للأهالي جميعا أن يتأكدوا من الجثث حق التابعين لهم، وأن يوثقوها بالصوت والصورة، وسيأتي اليوم الذي نحاكم فيها كل من فرط في دمائهم وفي استغل أعراضهم وأنتهكها. نعدهم أننا المجال مفتوح، نحن في صدد فتح عدة فروع للمنظمة واستقبال كافة البلاغات بهذا الشأن أو غيره من جرائم الاتجار بالبشر، وسنقاضيهم مهما اعتقدوا أنهم سيفلتوا. نعم. لكن الأهالي لا يجدون سوى صور فوتوغرافية لأولادهم القتلى معلقة في كل مكان بأنها هذا الطفل وهذا شهيد. للأسف الشديد بعضهم لا يعلم كما يقولون حتى,
لا يعلم حتى ان ابنه التحق بالجبهات. فجاه يختفي الابن ولا يعرفون الا عندما يعودوا برج التهامده. هناك اجرام، هناك تجار بالبشر على اوسع الابواب، استدراج اطفال في سن الزهور، كان مكانهم في المدارس، في المعاهد، في مش في المدارس ولا في الجبهات. لكن امر الله شاء، وعلينا ان نقر بالقضاء والقدر، وعلينا ان ندافع عن ما تبقى من كرامتنا، وان حاكم من اودى باطفالنا، من زجبهم في الجبهات، من عرضهم للموت، من باعهم، لا يجب ان نستسلم. سياتي اليوم الذي يدفعون الثمن باذن الله. باذن الله تعالى. اذا الاستاذ نبيل فاضل، رئيس المنظمه اليمنيه لمكافحه الاتجار بالبشر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ما نزال في هذه الحلقة التي نناقش في الجزء الثاني منها التقرير الذي أصدرته المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، التي أكدت أنها تمتلك أدلة وشهادات دامغة حول ضلوع الحوثيين بتجارة أعضاء وأنسجة مئات الجرحى. وينضم معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ وديع عطاء، الصحفي والناشط الحقوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وديع، كيف تقرأ توجه الميليشيا نحو الإتجار بالأعضاء؟ ألم يكفيها المتاجرة بكل شيء في اليمن؟ الميليشيا ليست في أدبياتها أصلاً احترام الحياة واحترام السلام، وبالتالي ممكن أن تتوقع منها كل ما يتنافى تماماً مع مبادئ التعايش والسلام. من يعني بإمكانها أن تتاجر بكل شيء، حتى يعني أعضاءها الذين هم يتبعونها، يعني فقط لمصلحة قسم معين من جيشها، وهم من يعتبروا القناديل الذين هم يفترض أن يكونوا على قيد الحياة، ويفترض أن يكونوا على قيد الصحة الكافية. حتى في الجبهات طالما شهدنا أكثر من مرة بأنهم فقط يجمعون جثث قسم معين فقط من الضحايا، والآخرين يتركونهم لتنهشهم الدواب والكلاب. مع الأسف ليس هناك من احترام الكرامة الإنسانية، ويفترض بأن يكون هناك وقفة جادة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خصوصا الصليب الأحمر الذي طالما تعودنا منه بأنه يتدخل على الأقل لاحترام بقايا الكرامة الإنسانية وجمع الجثث من الجبال وفي مناطق النزاع التي شهدت يعني نزاعات مسلحة في أكثر من دولة، وللأسف هي اليوم غائبة عن اليمن، لتقوم بدور فعلا يؤكد احترام هذه المنظمات الدولية المزايدة بحقوق الإنسان لكرامة الإنسان اليمني. نعم. طيب التقرير الأستاذ وديع أشار إلى أن هناك مناطق محددة بعينها، برأيك لماذا هذه المناطق، يعني مثل مناطق كما أشار إليها التقرير، مناطق الحيمة وبني مطر وعمران وإب وآنس وحجة، هل لأن معظم القتلى من هذه المناطق، أم أن لا أدري حقيقة، أم أن من قام بالتوثيق هم يعني قاموا في هذه المناطق؟ هناك مناطق للأسف قدمت باعت ابنائها بيعا يعني بالقطعة، باعها مشايخها وباعها أعيانها للحوثيين مقابل احتفاظ بسلامة أسرهم الخاصة، ومقابل احتفاظ يعني بامتيازاتهم ومصالحهم العابرة والطارئة والمؤقتة كذلك، على حساب حياة وسلامة وكرامة أبناء مناطقهم وقبائلهم الذين يعني لابد أن يجعلوهم يدفعوا الثمن غاليا في السنوات القادمة. نعرف تماما بأن هناك قبائل منحت يعني الحوثي شيكا مفتوحا ليستنفذ أبنائها، وجعلت من نفسها أيضا بنكا بشريا أيضا متاحا أمام الحوثيين، يجندوا ما يشاءوا ويحشدوا منها إلى ما يريد من المناطق أيضا ما شاءوا. وحتى سمعنا أكثر من مرة كذلك في أكثر من مناسبة أيضا بأنهم لا يعيدوا أبناء هذه القبائل إلا صناديق أو صور فقط، وللأسف أو بقايا جثث مشوهة لا يتعرف عليها الأب أو الأم، ويعتبر أيضا ويقال بأن هذا فلان شهيد وهذا فلان شهيد، بينما جثته أصلا تكون قد يعني سقطت في أحد الهاويات في الجبال، أو أن الوحوش قد أكلتها فعلا، أو أنها فعلا في عدد المفقودين ومجهولي المصير. وقد شهدنا أيضا في أكثر من مرة كذلك بأن هناك من أعلن عنه بأنه شهيد من قبل الحوثيين كما يصنف قتلاهم كذلك، ويعود على قيد الحياة لأنهم أصلاً يتعاملون يعني بلا يتعاملون بلا اهتمام وبلا احترام للكرامة، لكرامة من يتبعونهم، سواء كرامة يعني أشخاص معينين أو جهات معينة بحد ذاتها. نعم، هناك تمايز الطائفي والطبقي الموجود في يعني في لدى الحوثيين
واضح جدا، ولعله يعني يتكشف ايضا ويتاكد في حكايه التعيينات المتواتره على مستوى المديريات. حتى هناك مديريات المشرف لابد ان يكون من المنطقه الفلانيه، ولابد ان يكون من الاسره الفلانيه، الوزاره الفلانيه لابد ان يتولاها الاسره الفلانيه والطبقه الفلانيه وهكذا ايضا. بينما القتل والمحارق فقط هي لابناء الفقراء والكادحين ومن يحتاجون الى مال لمصروف 3000 او 4000 ريال في اليوم، ومن الناس الذين ايضا يحتاجون ليعيشوا. للاسف هناك فجوه ايضا معيشيه كبيره تجعل من الناس ايضا من يدفعوا اولادهم الى هذه المحارق، خصوصا في ظل انعدام الرواتب وتوقفها. لم يحدث ان شعبا مثلا انقطع عنه الرواتب في المده التي شهدها الشعب اليمني، وبذلك ضربنا رقما قياسيا غير مسبوق على مستوى الشعوب التي تصبر على مثل هذه الكوارث بسبب هذا الانقلاب البائس للاسف. نعم، السؤال الذي يطرح نفسه استاذ وديع، يعني اين اهالي الضحايا من 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 هذا الاجرام والوحشيه، ام انهم يعانون ايضا من يعني كما نعلم جميعا من القهر والظلم والكبت ايضا؟ نعم، كل من شيء ايضا، ونقول بان اهالي الضحايا هم بين جحيم الميليشيا ايضا وبين اهمال المجتمع الدولي الذي يزايد بملف حقوق الانسان في اليمن. لابد لاهالي الضحايا ايضا من ان تتوفر لهم الضمانات الكافيه ايضا ليوثقوا حالات الانتهاك الانساني لجثث اولادهم او لحقوق اولادهم، حتى الاطفال منهم الذين يتم اختطافهم من المدارس او يتم اختطافهم وابتزاز ابائهم ويخيرون بين السجن او الافتداء بالمال مقابل يعني ان يسلم ابنه من التجنيد او يسلم ابنه مثلا من الاختطاف. هؤلاء الاباء لابد من توفير حمايه كافيه لهم. بينما هناك ايضا اباء يعني نوعيه من الاباء ايضا الذين يرضخون ايضا لسلطه شيخ القبيله ويرضخون ايضا للاطماع الشخصيه ايضا التي تجعلهم يبيعون ابنائهم للاسف ويستثمرونهم كما لو انهم نوع من التجاره. نعم، يعني قبل قليل كان معنا الاستاذ نبيل الفاضل رئيس المنظمه اليمنيه لمكافحه الاتجار بالبشر، يقول بان يعني الانتهاكات تطال هؤلاء الاطفال مرتين، مره عندما ياخذونها من مدارسهم ويجندونهم ايضا وهم اطفال، ومره ثانيه عندما لا يعرف مصيرهم، وعندما ايضا تنتهك اجسادهم يعني الطفولية للأسف ويتم الاتجار بها. نعم صحيح، هذه الانتهاكات ستكون من الدرامل المزمنة التي ستبقى ملازمة الجيل كامل بين أجيال كاملة على مستوى اليمن في مختلف المحافظات والمناطق. يعني هناك قرى لم يبقى فيها من الأطفال إلا بعدد الأصابع، ولم يبقى فيها من الشباب إلا من هم معدودين وحتى مغيبين ونازحين جميعا. يعني هناك قرى لا توجد فيها الرجال بنسبة كبيرة بسبب هذه الحرب الظالمة للأسف التي تسبب في هذا الانقلاب وجرى إلينا هذه الكوارث المتعاقبة للأسف. أيضا وزارة حقوق الإنسان من حين إلى آخر حينما نتواصل مع المسؤولين فيها يؤكدون بأن أيضا أبوابهم مفتوحة والتليفوناتهم مفتوحة، إضافة إلى المنظمات العاملة كذلك في الميدان والتي هي فعلا في خط الشرعية تستقبل، يفترض أيضا أن تفتح خطوط ساخنة لاستقبال مثل هذه الشكاوى، ولو حتى بدون يعني الاحتفاظ بسرية المعلومات التي يمكن أن تحفظ لهؤلاء الأطفال حقوقهم، يعني التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم والتي لابد من ملاحقة المتسببين يعني فيما لحق بهم من ضرر نفسي ومعنوي. نعم، التقرير أيضا أشار أستاذ وديع إلى أن هناك بعض من الأطباء الأجانب في المستشفيات اليمنية، في عدد من المستشفيات اليمنية هم من يقومون بهذه بهذا الإجرام والسلوك، وأن هذه العمليات موثقة لديهم بأسمائهم أيضا. نعم، إذا وضعنا هذه الحرب من يعني من جهة الحوثيين بأنها تجري في سياق طائفي، فإنهم حشدوا فعلا يعني كفاءات وطاقات وخبرات أيضا وكوادر من الدول التي تدين بنفس المذهب، وهي العراق ولبنان مثلا وجزء من سوريا وحتى من إيران كذلك، استقلبوهم إلى داخل اليمن، ومن حزب الله أيضا كذلك استقلبوهم إلى داخل اليمن ليستفيدوا من خبراتهم أيضا في مسألة المتاجرة بالأعضاء وفي مسألة أيضا الإدارة الإعلامية وفي مسألة أيضا التقرير بالناس وفي كل الاتجاهات التي يمكن أن يستثمروها لمصلحة تحشيد الأطفال والمغرر بهم إلى هذه الجبهات التي للأسف يتحول فيها إلى مجرد وقود وحطب لهذه الميليشيا التي لا تعبأ بحياتهم. نعم، طيب السؤال الأخير أستاذ وديع، هل بالإمكان محاكمة هؤلاء بأسمائهم بشخصياتهم بالمستشفيات بالأطباء بمن قام أيضا بهذا العمل الإجرامي والوحشي إن كان آجلا أو عاجلا من قبل محاكم الدولية؟ نعم بالتأكيد، يقال بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، طالما بقيت هذه المطالب وطالما هذه الجرائم مثبتة وموثقة
وأن أهلها خصوصا الضحايا يعني مصرين أو مؤمنين بحقهم في النصرة وأنهم مظلومين، فإن حقهم سيبقى ويمكن أن يسقط بتقادم السنوات حتى لو مر 50 أو 100 عام كذلك. وهذا يستدعي أيضا بأنه أن نؤكد أكثر من مرة لابد من مساعدة أهالي هؤلاء الضحايا على توثيق قضاياهم وعلى توثيق شكاواهم بشكل يليق يعني بتغشية أبنائهم الذين للأسف يغرر بهم ويحشدوا حسدا إلى هذه الجبهات. وللأسف لابد أيضا من المنظمات أيضا التي تقول بأنها ناعمة أو تعمل عمل محايد وتستخدم يعني بعض التقارير يعني للاستمالة المنظمات الدولية، عليها أيضا أن يعني طالما هي قادرة على أن تصل إلى هذه المناطق لا سيما التي متواجدة في المناطق غير محررة. نعم خصوصا المتواجدة في المناطق الشرعية والتي دائما ما تهب مثلا في قضية اغتصاب طفل أو في قضية الانتهاكات الأخلاقية، عليها أيضا أن تهب لمسألة الانتصار الكرامة الإنسانية في المناطق التي يتواجدون فيها لنتأكد على الأقل في مسألة احترامهم لحقوق الإنسان وليس المزايدة والمتاجرة. نعم يكفي المزايدة والمتاجرة. إذن بهذه الكلمة شكرا جزيلا لك الأستاذ وديع عطا الصحفي والناشط الحقوقي. إذن مشاهدينا الكرام هذا السلوك الإجرامي والوحشي يعكس حقيقة توحش وإجرام هذه الميليشيا الحوثية التي لم يسلم منها حتى الجرحى الذين يفترض بهم أن يلاقوا عناية صحية وفق المبادئ والأخلاق الإنسانية والمواثيق والأعراف، يعني حتى الشريعة الإسلامية يعني الشريعة الإسلامية إذا لم تكن الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية فلتفعل بهم هذه الشريعة السمحاء التي تحفظ حق الإنسان في حياته وبعد مماته. لكن هذه الميليشيا أثبتت أنها لا تمتلك ذرة من أخلاق ولا تؤمن بالمواثيق ولا بالعهود ولا بالأعراف ولا بالقيم، لكن إرادة الله فوق كل ظالم ومتجبر. مشاهدينا الكرام دمتم في أمان الله وحفظه، ونشكر كل من شارك معنا في هذه الحلقة، الأستاذ نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والأستاذ وديع عطا الصحفي والناشط الحقوقي، وكذلك الأستاذ أحمد الصباحي رئيس الدائرة الإعلامية بحزب السلم والتنمية. ونشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.